السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا في افضل حال دايما ان شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله يعني هنعرض معاكم مشتريات لبس العيد. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة معايا هنقول بسم الله. يعني جبت كده هدوم للعيد وهدوم يعني الصف كده غيرات. جميل جدا. عايز اقولك الخامة بتاعته قطن 100%. قمشته جميلة جدا. ده مقاس 10، يلبس 6 سنين. بالبرمودة كده، ده برمودة مش بنطلون. شايفين؟ 135 جنيه. تاني حاجة معايا عايز اقولك برضو قطن. الخامة جميلة جدا. اللونين في بعض جميل جدا، الاحمر والكحلي. ببرمودة برضو مش بنطلون. جميل. عايز اقولك جميل جدا. رجلين بقى سودا بيمط. عايز اقولك امشط قطن حنينة جدا جدا جدا. ده برضو عامل 135 جنيه. تالت حاجة معانا عايز اقولك الخامة كلها قطن. طبعا القطن جميل جدا، صيف شتا القطن جميل. كان عندي زي ما احنا شايفين اللون ده لون جميل جدا، اللي هو اللون الفيروزي. انا بحبه جدا جدا. ببرمودة برضو نفس شغل القميص التيشيرت. الرجلين بقى ساوي برضو زي ما احنا شايفين، بس اساوي واسعة، مش اللي هي تمسك على رجلين، لا واسعة. ده يلبس يعني 6 7 سنين. خلاص. ده برضو عامل 135 جنيه. يعني ايه التلات رنجات دولت؟ 135 جنيه. رابع حاجة معانا عايز اقولك لونه اللي هو الرصاص الفاتح، فاتح خالص. يعني ممكن يكون اوف وايت، بس هو هيبقى رصاصي، رصاص فاتح او اوف وايت قافل شوية. في اللون الكحلي باللون الاحمر كده. عايز اقولك برضه قطن خامته جميلة جدا جدا. يعني لأ انا جبته كبيرة شوية، يعني ببقى احب الهدوم تبقى كبيرة شوية، ان ايه تبقى مش كبيرة او انها تبقى واسعة عليه، لأ تبقى كبيرة اللي هي ايه تستحمله شوية. خلاص. مش تبقى على قد سنتها، يعني ممكن سنة واتنين. خلاص. دي كده ببنطلون مش ببرمودة، لأ بنطلون كده. شايفين؟ بقى سوا برضه كده، بس ديت هتبقى رجلين ماسكة. ده كان عامل 150. ده بقى مقاس اصغر شوية. ده 4 سنين. انا جايبة منه على كبير يلبس 6 7 سنين. ده الاصغر يعني 4 5 سنين. عايز اقولك اللون جميل جدا جدا، انا بحب اللون ده جدا جدا. برضو خامة قطن جميلة جدا، شغلها خفيف، شغلها جميل، منها فيه. ده برضو 5 6 سنين. بالمطور بتاعها يعني ديت نفس النظام، ديت نفس اللون، حتى البنطلون يعتبر واحد. الرجلين مقفولة من تحت. نزولك جميل جدا، امشطه تحفة بجد.
عايزه اقول لكم اللون الاحمر والكحلي او الاحمر والاسود تحفه بجد، اللونين مع بعض بيبقوا جميل جدا. جميله جدا، رجلين مقفوله بس مقفوله على وسع، مش انها تبقى ماسكه في رجلين، لا واسعه. القمشه بتروح وتيجي معاكي، بتمط طريه جدا، قطن يعني درجته عاليه، جميل جدا. الطقم ده وده وده كان عامل 125 كل طقم، يعني ده 125 وده 125 وده 125، خلاص. وكل حاجة في ده بس الوحيد اللي ب150، وبعدين كل ده انا اقسمهم. عندي البرمدة دي برمدة جينز، ان هي الخيابيش دي كانت عاملة 125، البرمدة دي الواحدة، خلاص. عندي البنطلون ده يلبس 3 سنين ونص، عايزة اقولك كان عامل 120. عندي البنطلون ده اللون ده كده، عايز اقول لك جينز اللون بتاعه جميل جدا، اللي هو لون البناطيل الجينز زمان. شايفين؟ التقفيله بتاعته زرارين مستوسطه. ده كان عامل 100 جنيه، خلاص، يعني كان عليه تخفيض، كان على عرض، نزل على تخفيض جامد، كان ب100 جنيه. وده كمان اهو لو نظام الخربشة ده، عايز اقولك برضه التقفيلة بتاعته زراير. ده كان عامل برضه 100 جنيه، خلاص. انا اقولك ده بقى، ده طويل شوية، ده يلبس 9 سنين، ده كان عامل 135 جنيه، يلبس 9 سنين، 135 جنيه، خلاص. وده بنطلون ليجن، شايفين يعني لو واضح عليه الشغل، ده بناتي، ده يلبس 10 سنين، لينين جميل جدا، عايز اقولك كان عامل 120. انا جايبه للفستان ده، يعني انا واضح عايز اقولك اللون الكشمير جميل جدا جدا. طبعا اغلب الهدوم موضة السنة اللي فاتت، طبعا مفيش يعني تحس ان مفيش موديلات نزلت جديد، مفيش سفر، مفيش يعني الحظ والكورونا بقى والكلام ده كله. عايز اقولك ده ظهره وده وش. الفيست لوحده ده كان عامل 250 جنيه، الفيست لوحده ده 250 جنيه، ها. والليجن كان عامل 120 125، يعني هو 120. جبت ال3 تيشيرتات دولت، اللون ده والكشمير والبتنجاني، ده اللون اللي هو الاخضر القافل، اللي هو ممكن جنزري او حاجه جنزوري. قطن برضه جميل جدا. جايبه التيشيرت الواحد ب100، ده يلبس 4 سنين، يعني 3 سنين ونص 4 سنين.
قطن 100%، جميل جدا. جبت ده تحته التيشيرت ده، ده كده ده كان عامل 250 جنيه. التيشيرت ده كده، التيشيرت بالجاكيت بتاعه 250 جنيه. هدولك الخامة بعض قطن، جميلة جدا جدا. يعني دي لو حصل بقى مكان ما الواحد بيمسكه كده مش مشكلة. وده التيشيرتات كده بتاع ليت، عايز اقولك ده كان عامل 70 جنيه، برضه قطن جميل جدا. جميل جدا، شايفين وده كمان، عايز اقولك الخامة كلها قطن. الياقة كده، نص الياقة، يعني ستايل اللي هي التيشيرتات الشبابي. بابشي بنطلون اسود الفاملة دي، عايز اقولك بقى التيشيرتات دي 3 تيشيرتات الالوان واحدة، كان التيشيرت عامل 90 جنيه، يلبس 4 سنين. القميص ده كان ب250، يعني يلبس 8 9 سنين برضه. المناطيل البنطلونين الواحد ب100، البنطلون الكبير اللي لابس 19 سن ب135. التيشيرت الأحمر ده كان ب70، والأخضر والكحلي والأزرق كانوا عاملين 90، كل تيشيرت 90. والترنجات زي ما عرضناهم في الفيديو اللي ب135 الكبير، والصغير ب125، واحد بس اللي هو الأوف وايت هو اللي كان عامل 150. والفيست اللي هو البنات ده كان عامل 250، والليجن بتاعه 125، احنا جبناه على 120. ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا خدتوا فكرة عن الأسعار. لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسيش لايك وشير، اشتركوا في القناة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.